سبحان الله. في حائط اليهود المقدس عندهم إلى اليوم في شقوق أيضا يضعون في هذه الرسائل، يعني هؤلاء أخذوا دينهم من اليهود والنصارى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة ما كان قبلكم، هل هذا خاص يعني بالمعاصي أو بالقصات الشعر ولا بالموديلات ولا بالتبرج ولا بالسهور ولا بكل شيء؟ بكل شيء، بل أعظم ما يتبع من المسلمين اليهود والنصارى بماذا؟ بالشرك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذه المناسبة لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال عليه الصلاة والسلام في موضوع القبور والبناء عليها قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ففعل المسلمون ما يفعل اليهود والنصارى مع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام الصريح. كثير من بلاد المسلمين تجد القبور داخل المساجد أو المساجد تبنى على القبور، مع أن هذا من فعل اليهود والنصارى وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا واضحا وصريحا. فمتابعة اليهود والنصارى في المعاصي في التبرج في السفور هذا محظور شرعي ولا شك، لكن أشد من ذاك إثما متابعتهم في ماذا؟ في العبادات، إما غلو الصالحين وإما البناء على القبور وإما البدع في الأذكار وإما كما يفعل هؤلاء يكتبوا الرسائل للأولياء، كل ذلك من أخطر ما يكون على دين المرأة. يذهب ويكون مثلهم حينئذ، يتعبد بعباداتهم ويتقرب الله عز وجل بالشرك، نسأل الله العافية.